تتكون القبة السماوية من نجوم منفردة وعلى شكل مجاميع، تخيلها الإنسان القديم على شكل بشر وحيوانات وجمادات، أسموها العرب بالبروج. قال تعالى: والسماء ذات البروج، وهي بروج منتشرة على صفحة السماء، أحصوها ب48 برجاً، أهمها 12 برجاً، وهي البروج الواقعة على خط مسير الشمس ومسير القمر. فالشمس تنزل في كل برج شهراً واحداً، والقمر ينزل في كل ليلة بمنزله، ولهذا أسموها بمنازل الشمس والقمر. قال تعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. والإنسان القديم اعتقد أن هذه الأجرام السماوية لها تأثير على سلوكيات الخليقة والحوادث الكونية والأرضية، وبالغ بها وتشكل علم التنجيم. فعلم التنجيم هي مجموعة من الاعتقادات والعادات حول الأوضاع النسبية للأجرام السماوية، ومع دراسة أحوالها، شروقها وغروبها وتمركزها، تولد علم الفلك. فعلم الفلك ولد من رحم علم التنجيم. ومع مجيء الإسلام ساهم علمائه بأن جعلوا علم الفلك علماً استقرائياً، فنقوه من أدران التنجيم وجعلوه علماً منفرداً. صدق الشرع ولا تركن إلى رجل يرصد في الليل زحل، حارت الأفكار في حكمة من قد هدانا سبلنا عز وجل.